حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. اظهرت تقسيمات احصائيه توزيعا نسبيا للانفاق على جانب او على كل جانب من متطلبات الحياه في العراق، حيث جاء التسوق في المرتبه الاولى، حيث يسيطر على قرابه ثلث الانفاق الشهري، وجاء ايجار السكن ثانيا ليسيطر على نحو 20% من الانفاق الشهري. وفي المرتبة الثالثة جاء التنقل بنحو 14% من الإنفاق. وفي المرتبة الرابعة جاءت المطاعم حيث سيطرت على أكثر من 12%. وفي المرتبة الخامسة جاءت الخدمة العامة ب 11% من إجمالي الإنفاق الشهري. وفي المرتبة السادسة جاءت الرياضة والترفيه بنسبة إنفاق تجاوزت 8% من إجمالي الإنفاق الشهري. كشف مصدر في رئاسة الوزراء عن عدم معرفة الجهات الحكومية بمبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في الموازنة المالية لعام 2024 الحالية. وقال المصدر إن الجهات الحكومية المسؤولة في رئاسة الوزراء وحتى هيئة المستشارين لا يملكون أي معلومات بشأن مبلغ العجز الحقيقي، وأن هذا الأمر مغلق بشكل تام حتى اللحظة لدى وزارة المالية حصراً، مؤكداً أن جداول قانون الموازنة ما زالت قيد الدراسة والإنشاء لدى دائرة الموازنة في وزارة المالية، ولا أحد يعلم ماذا تتضمن من أرقام وتفاصيل. رجح خبراء اقتصاديون ارتفاع على العجز في الموازنة عام 2023 لنحو 90 تريليون دينار، معللين ذلك بارتفاع النفقات العامة إلى 225 تريليون دينار، مع بقاء الإيرادات العامة على مستوى 134 تريليون دينار. وبحسب الخبراء فإن خطورة هذا العجز تكمن في أنه سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي بعدما استنفد الفائض المتحقق من عام 2022. وتبلغ قيمة الموازنة للعام الماضي 197 تريليون و 828 مليار دينار عراقي، أي أكثر من 152 مليار دولار، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار، أي أكثر من 48 مليار دولار. طلب نواب بضبط تحركات ونشاط شركة زينوا الصينية في مشغلي جوالات التراخيص مع إدارتها حقلي شرقي بغداد والأحداب النفطيين التابعين لشركة نفط الوسط. وأشار النواب إلى تحركات مشبوهة للشركة بعد استبعاد مدير عام الشركة من العراق من قبل جهاز المخابرات لأسباب أمنية، ودعا النواب هيئة النزاهة لتشكيل لجنة تحقيق في ظل وجود شبهات بعمليات تزوير للشركة المذكورة وضرورة استبعادها من مناقصات جوالات التراخيص بحال ثبوت ذلك. قال خبراء اقتصاديون إن صادرات العراق إلى آسيا ازدادت من 75% إلى 90% من مجمل الصادرات، فيما انخفضت صادرات العراق إلى أمريكا وأوروبا من 1,300,000 برميل إلى 650,000 برميل بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر. وارتفعت كلفة النقل والتأمين جراء تحول مسارات النقل البحري من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح إلى 300%. ولنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.